أنا طفل. تبادرت إلى ذهني تساؤلات كثيرة. كان العالم يبدو لي واسعاً، كنت أحلم باستمرار، حلمت بالمدارس تتفتح كالزهور في الصحراء، حلمت بتدفق النور والمعرفة، حلمت بأطفال المستقبل. اليوم هذا الحلم أصبح حقيقة. حلمت بالقدرة على ملامسة آفاق لا منتهية، وأصبح العالم بين يدي. حلمت بأن أكون مسافراً متعدد الأوجه، حلمت ببنك لا يعرف أي حدود، متواجد بإفريقيا وفي العالم. بانتطاء سفن في اتجاه سواحل جديدة. اليوم انفتح بلدي على العالم. نعم، عالمي يتحول إلى بحر من الإمكانيات اللامحدودة. اليوم البنك الذي حلمت به أصبح حقيقة. BMCU بنك لإفريقيا. عالمنا ثروتنا الأولى.